نغم بيبي، انت ما بتاكليش ليه؟ الاكل هيبرد. ماليش نفس سرحانه فين؟ ولا حاجة، مش حاجة. هو ده اللي انا شفته دلوقتي يا طاهر. طب ممكن تيجي معايا نكمل كلامنا بعد اذنك؟ يلا يلا. ما تقلقش حبيبي، ها كمل. نغم يا حبيبتي، ممكن تهدي عشان نعرف نتكلم؟ بقول لك انا شفت نور بيقع من على العجله وبيتعور، واللي انا شفته ده حصل دلوقتي مش قبل كده يا حبيبتي. ممكن يكون اتهيألك، يعني ممكن لما دادا كريمه حكيت لك انه وقع وعور نفسه اتخيل لك انك شفتيه. انا مش مجنونه يا طاهر ومش بتخيل. وبعدين على فكره دادا كريمه ما حكتليش على اي حاجه خالص. انت مش مصدقني، انت مش مصدقني يا حبيبتي. انا مصدقك، بس أنا مش عايزك تكبري الموضوع ولا تاخديه على أعصابك. ما هو أنا أكيد في حاجة بتحصلي أنا مش فاهماها. أنا مش فاهماها. بس اللي أنا متأكدة منه وحاسة بيه أنا مش عارفة أفسره، مش عارفة هو إيه. يا حبيبتي يا حبيبتي، أنت لسه طالعة من حادثة كبيرة قوي، فطبيعي اللي بيحصل لك ده. معلش أرجوكي عشان خاطري ما تاخديش المواضيع كلها على أعصابك. نغم أنا خايف عليكي. انت مش مصدق اي حاجه من اللي انا بقولها يا حبيبتي. مش فكره اصدق ولا ما اصدقش. طب اسمعيني، ايه رايك نسافر انا وانت كام يوم كده في حته بعيده لغايه ما اعصابك تهدى؟ انا اعصابي مش تعبانه يا طاهر، ومن فضلك ما تعملنيش كاني مجنونه عشان انا مش مجنونه. واللي حصل ده حصل دلوقتي دلوقتي. يا نغم